يقلل منها. لكن في نقطة إضافية بقولها على بسرعة عشان بنروح موضوع ثاني. موضوع أحمد الفريدي أنا بوجهة نظري أشوفها أنا لو كان حتى لو أنا لو إن الفريدي جاي للنصر ولو أنا وضع اتحادي كجمهور اتحاد أنا أقول من أقدم على عقد أحمد الفريدي أنا أعتبره خائن للاتحاد. من أقدم لسبب لسبب لا عضو الشرف هذا خلني أقول لك سالم محفوظ اللي جاب الصفقة أنا أقول إنه خائن للاتحاد لأنك سالم محفوظ فينك يوم كان الاتحاد يلعب أمام الأهلي في كأس آسيا ليش ما دفعت على سوزا يا أخي؟ مش سوزا كان محتاج فلوس ومحتاج كذا؟ أنا أقدر أجيبها بهالمنطق. أنا عندي كأساسي ولا عندي بهرجة وإعلام وإني جبت لاعب. طيب هل أنت بتدفع كل العقد ولا بتدفع سنة والباقي يتحملها النادي؟ أنا بوجهة نظري لا أرضاها هذه الأشياء في الأندية. إذا كنت محب وعاشق يا أخي جيبها مباراة الأهلي والاتحاد. كأس آسيا عندك. إنه سوزا كان أولى بتسهيل هذه المهام. أما موضوع تعال وأوقع معك أنا يعني أنا إحنا في رياضتنا في شيء غلط عشان كذا نرفع في أسعار اللعيبة ويستفيدون اللاعبين. أنا بوجهة نظري أقولها مع احترامي شديد لسالم محفوظ ولأي عضو شرف آخر لكن في أولويات هذه ما تعلمناها في كرة القدم. بس إحنا زي ما كنا نقول أعضاء الشرف اللي يجيبون طائرات خاصة ويطلعوا اللعيبة ولا يهتمون بالأشياء الثانية. إيش رأيك تسحب إيش رأيك تسحب كلمة خاين ونقول غير محب يعني أخف ألطف شوي. لا أنا أقول لك أنا مصر لا أنا مصر على إنه خاين. لما تكون عندي مباراة دور أربعة ومهمة في كأس آسيا. ويجيني عضو شرف يدفع لي بعد فترة 30 مليون ولا 40 مليون وأنا مباراة سوزا يعني لاعب مثل سوزا مهم تجيني ما تحل لي مشكلته قبل مباراة مهمة زي هذه وين الحب وين العشق هذه ما أتوقع هو كلامه صحيح فعلا لأنها هي منعطف صراحة تتفق مع هالكلام أنه سوزا كان أولى أولى سوزا ليش لأنه أنت عندك مباراة نهاية أهلك الكأس العالم لأنك أنت فايز من المباراة الأولى وصارت المشكلة بعد المباراة الأولى اللي فاز بها الاتحاد اللي هي مباراة الذهاب لكن لما تجي أنت كمحب لنادي الاتحاد اعتقد انه لو يقال لك الفريدي او تدخل كاس العالم اعتقد انك تقول ادخل كاس العالم ولا ابغى فريدي ولكن طبعا التحديات بين الانديه واصطياد لاعبين الهلال بالذات عند عقودهم والاتحاد اعتقد انه من خميس العوران الدوخي الكذا لاعب هلال يمكن اتجه للاتحاد صدقني يعني متضرر دائما الرياضه السعوديه ولكن وارتفاع في سقوف اللعيبه والبهرجه واعلامه كلها ياخذها شهر وانتهى الموضوع وتضررت الرياضه خلونا نروح الموضوع